العلاقة في حمص، حيث قضت قواتنا على تجمعات للإرهابيين داخل مدينة رستن شمال غرب قرية الطيبة بما فيها من آليات وأسلحة وذخيرة. وفي تدمر بريف حمص، فككت الجهات المختصة 14 عبوة ناسفة في منطقة البيارات الغربية الدوا على طريق عام تدمر حمص، كما فجرت عبوتين أخريين مزودتين بجهاز تحكم لاسلكي بعيد المدى، وتراوحت أوزان العبوات بين 9 كيلوغرامات و40 كيلوغرام.